قنوات بلا سنسور. هذا السنسور خاص بالرئيسه، المستشارين الموظفين ما عندهمش حق ينزلوا، عاد ما يمكنش ينزلوا. حتى كاين شي واحد فيتشا اللي عاطيه لواحد السيد ولا كينزل بيه السنسور، انا ما عنديش حق ننزل. هذا هو ديال السنسور، ما تعليقكم. ايوا هذا الطابق ديال الاجتماع، هذا سنسور خاص بالرئيسه، خاص خاص خاص. وهذا ما يمكنش، شنو هو منع الطبقيه؟ شوف فرق الرئيسه والرئيس والمستشارين. كما كتعرفوا احنا سالينا الدوره، ما سالينلاش الدوره، انا تقرب لها في الدوره ما كملناش. يا تصويت يا ما تصويت، مع جوج المليار صوتوا عليها ثلاثه الناس ولا اربعه الناس، وهذه مهزله. جينا بغيت نهود نمشي بحالي. هذا لاسانسور خاص، قالوا لي راه طلعت باش ننزل، قالوا لي لا راه ما غاديش ينزل. قلت لهم علاش؟ قال لي راه خاص بالرئيسه. اذا الرئيسه عندها لاسانسور ديالها خاص، انا اللي مستشار وموظف ما عندناش لاسانسور، خصنا نبقاو نقلبوا على سانسورات اخرين. علاش هذا بالضبط يكون ديال الرئيسه؟ هذا راه المال العام، واش مالنا على الطبقيه داخل مقاطعه سيدي بليور؟ مالنا على التميز؟ خص يهرب بحال الرئيس بحال المستشار بحال الموظفين. خص جميع المرافق ديال مقاطعه سيدي بليور تكون راهنا اشارات المواطنين، وراهنا اشارات الموظفين، وراهنا اشارات المستشارين. اي واحد جاي يطلع في اي سنسور بغاه، ما يمكنش هذا السنسور ديال الرئيسه، هذا لهادي ديال هذا، ما يمكن. هذا راه المال العام، راه ممتلكات ديال الدوله. راه ملي جات الرئيسه راه ما جابتش معها السنسور، وملي جيت انا ما جيتش مع المكاتب ولا جيت مع شي حاجه.